بشار عالية جدا، ونتوجه بالشكر للمجلس النقابة والنقيب العام الأستاذ سامع عاشور على المجهود المبذول في المؤتمر، مجهود رائع، وجميع اللجان شغالة بفاعلية جامدة جدا. ايه الاستفادة اللي ممكن يحققها المحامي من مشاركة اللجان متفاعلة جدا وشغالة على أعلى مستوى. الاستفادة إن يعرف حقوقه وواجباته، ويعرف القانون المحاماة الجديد بيحكي في إيه وبيتكلم في إيه، والضريبة، ويفهم إيه الضريبة المضافة وإيه الكلام فيها، ويفهم أتعاب المحاماة اللي أثارت جدل ما بين المحامين وإنها لصالح المحامين، ويفهم كل التطورات دي ويتابعها عن قرب مع مجلس النقابة العامة ويتفاعل معاهم. نقيب اتوجه ليه بالشكر على المؤتمر الرائع ده الجميل اللي ما شفناش زيه قبل كده، ورائع ومنتهى الحضور والتفاعل، وشرحنا قانون المحاماه بطريقه وواجباتنا واتجاهاتنا، وان النقابه شغاله على قدم وساق تجاه المحامين، وان اداء رائع من مجلس النقابه عامه يعني.